ذكرت أيضا في الكتاب، ودي حاجة لفتتني ولفتت كتار من يلي قرأوا هذا الكتاب، بتقول فيها أنه الإنسان ممكن يستشعر لحظة موته أو يبقى في بعض الإشارات معينة تدل أنه أنا سوف أرحل عن هذه الدنيا. ما هي هذه الإشارات؟ طيب احنا وكيف تأكدت من هذه المعلومات أصلا؟ أنا كنت الأول كان شغلني جدا فكرة الميت وقت ما يموت، كنت أبص للجثمان وببقى بشكل غير طبيعي عاوز أعرف ايه اللي هو مر بيه في فترة الوقت، حس بإيه؟ هل هو كان حاسس ان هو هيموت؟ خاصة ان في الفترة الأخيرة ظهر حالات كتيرة جدا، يطلع مثلا على السوشيال ميديا ويقول انا هموت قريب وفعلا يموت بعد يومين او ثلاثة. فأنا أول ما بدأت بحث في الموضوع ده بدأت بهوس جمع المكالمات التليفونية اللي عملها ناس وماتوا فور إجراءها. آخر مكالمة تليفونية عملوها. يعني بدأت أجمع المكالمات دي بالكامل، أي حد أوصل ليه إن هو كان المتوفي عمل مكالمة قبل ما يموت بدأت أسمع المكالمات دي كلها. كل الأقارب والمعارف أجمعوا إن المكالمة دي كانت غير طبيعية. يعني وإنها لا تتماشى مع صفة الراجل ده الطبيعية. هو كان في حالة مزاجية مختلفة. قد يكون متفائل جدا وأكثر راحة، وقد يكون عصبي جدا ومتوتر وأكثر قلق. بدأت أدور وراء التفسير العلمي اللي بيحصل لحد ما وصلت لبحث عمله عالم سويدي اسمه يوران، وده عالم رعاية تلطيفية. الرعاية التلطيفية ده قسم بيجيب العجائز وكبار السن ويفضل متابعهم، والراجل بدأ يدرس هما بيحسوا بإيه قبل الوفاة، المراحل الأخيرة يعني ما بدأ يحس بإيه قبل الوفاة. ففوجئ إن في علامات بتظهر قبل الوفاة بأسبوعين تقريبا، بعضها علامات عضوية زي الخمول والكسل وعدم الرغبة في الأكل، دي بتظهر في 50% مهما كان سن السن مهما كان الإنسان السن. مهما كان سنه. ولكن مش هي دي موضع اهتمامنا، موضع اهتمامنا هي العلامات النفسية. الراجل فوجئ إن قبل الوفاة بأسبوعين بعض الناس بيقوم المخ بتحفيز الغدة الكظرية لإفراز كميات كبيرة من مادتين اسمهم أدرينالين ونور أدرينالين. المادتين دول بيعملوا قلق وتوتر وعصبية كبيرة جدا في فترة الأسبوعين اللي قبل الوفاة. على العكس تماما في ناس تانية بيقوم المخ بإفراز مادة اسمها الإندورفين، ودي مادة السعادة والراحة والهدوء. بدأ يدرس الحالتين ويشوف ليه دي مرت بكده وليه دي مرت بكده. من خلال دراسته فوجئ ان الناس اللي كانت عايشة حياة روحانية هادئة، حياة ما فيهاش مشاكل ولا مخاطرة ولا ماديات، هم اللي بيحصل عندهم افراز الاندورفين بكميات كبيرة جدا، وبالتالي وقت وفاته بيشعر بالهدوء والسعادة والراحة. لكن الناس اللي عايشة حياة فيها نوع من انواع المخاطرة والشد والجذب وحياة مادية بحتة، الخلايا بتعاقبهم وقت الوفاة. بس يا دكتور احنا عايشين طبيعة حياة كلها ستريس، نعرف من يعني انا اعرف ان دي طبيعة حياتي ولا قبل ما اموت؟ سلوك الروح نفسه. تمام، يعني في ناس عايشة، ما كلنا عايشين حياتنا، ربنا سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الانسان في كبد. ولكن الروح نفسها، هل انت كنت عايش حياتك عشان تأذي حد؟ هل انت كنت بتفسد في الارض؟ هي دي ده المقصود بالكلام يعني. ولكن الدراسة طلعت بنتيجة ان الناس اللي كانت عايشة حياة روحانية، ودي دراسة سويدية مش دراسة عربية ولا كده، الناس اللي كانت عايشة حياة روحانية مقربة من ربنا عندها نوع من انواع التدين، هي الناس اللي المخ وقت الوفاة بيفرز كميات كبيرة جدا من الاندورفين فيموتوا براحة. وحتى قبل بأسبوعين؟ في الفترة اللي قبل الوفاة بيشعر بهدوء واستقرار نفسي، وحتى هو قال كده بيشعر بأنه يقترب من طاقة أعلى، حاسس بسمو، متسامح جدا مع الناس، عكس ناس تانية اللي بيحصل فيهم إفراز الأدرينالين والنور الأدرينالين بكميات عالية جدا، بيمروا بفترة فيها قلق وتوتر وعصبية غير طبيعية يعني. كمان جت دراسة لعالمة تشريح عصبي كبيرة جدا أمريكية اسمها جيل بول تايلور، قالت برضو شيء غريب جدا، قالت إن الترتيب اللي أعضاء الجسم بتموت بيه بيفرق جدا في الإحساس لحظة الاحتضار نفسها. يعني النصف الشمال من المخ هو النصف المسؤول عن التفكير المنطقي والعقلاني، هو أول جزء بيموت.
فالحاجات اللي بتحصل بعد كده كلها غير منطقيه وغير عقلانيه. وبعدين بيحصل توقف لاعضاء الجسم بالترتيب، القلب الاول، بعدين التنفس، بعدين المخ، وهكذا. قالت ان لو حصل الترتيب بالشكل ده وانتهى بالفص الايمن من المخ بيبقى الوفاه هاديه جدا. لو حصل ترتيب بشكل عكسي، مات الفص الايمن من المخ الاول وبعدين الشمال، بتبقى الوفاه متوتره وعصبيه جدا. ولحد النهارده ما يعرفوش ايه السبب، ايه اللي بيخلي ناس معينه تموت بالترتيب ده ويخلي ناس اخرى تموت بترتيب عكسي تماما. ولكن اللي ثبت علميا ان في ناس قبل الوفاه باسبوعين هاديه ومرتاحه ومتقبله كل شيء، وفي ناس عصبيه وقلقانه جدا. في ناس بتعرف تترجم الاشاره بتاعت الخلايا، وفي ناس ما بتعرفش تترجمها. في ناس بتحس ان انها بتمر بمرحله من الاكتئاب والقلق النفسي والتوتر وكده، وفي ناس تانيه بتعرف انها مقبله على حدث فاصل في حياتها وان الفتره الجايه فيها حدث كبير ومهم جدا هيحصل. المزيد من الأحداث بعد الفاصل الإعلاني والتفاصيل. دكتور محمد، في أسرار الموت تحدثت أيضا عن موت الفجأة. موت الفجأة برضو ليه إشارات ودلائل ولا لا؟ طيب، هو موت الفجأة ما كانش موجود إطلاقا في الفترات القديمة، بدليل أن أول دراسة على الإطلاق اتعملت عن موت الفجأة كان عملها عالم اسمه فرامنجهام سنة 48. ده أول دراسة على الإطلاق اتعملت عن موت الفجأة، لأن ما سمعناش قبل كده في السير ولا في الشعر ولا في الأحداث عن موت فجأة يعني. فموت الفجأة مرتبط بالسلوك الحياتي اللي احنا عايشينه، أسلوب الحياة. فرامنجهام طلع بقاعدة غريبة جدا، إن السبب الرئيسي لموت الفجأة هي حالة عدم الاستقرار النفسي. النفسي؟ الغريب جدا إنه قال إن الفرح الشديد عدم استقرار نفسي، الحزن عدم استقرار نفسي، ولكن قال إن الملل والرتابة عدم استقرار نفسي. يعني ما تستغربش أبدا لما واحد يكون فرحان جدا بحاجة وقلبه توقف مرة واحدة، أو واحد يكون حزين جدا على موت حد ويموت بعده على طول، أو واحد كان كل شكوته من الحياة الملل والرتاب، زهقت أنا بعمل اللي بعمله كل يوم، تمام؟ فالملل والاكتئاب عمل له حالة استقرار نفسي أثرت على القلب، وثبت 80% من الوفيات سببها حالة حاجة اسمها الرجفان البطيني في القلب. لو الاستقرار ده وصل لمستوى ان هو يعمل خلل في القلب بيؤدي الى موت الفجأة. نعم. شيخ تامر، خليني اسألك سؤال بسيط يمكن منه كتير مستند على حاجات علمية. اوقات في كتير ناس بنكون قاعدين جنبها بتقولك انا عاوز اموت واستريح، وبتبقى تعبانه من حياتها وترغب الموت بشده، ربنا بيكون جاهز يسمع لهم ولا المقدر والمكتوب هيحصل؟ طيب، خلينا نقول ان هو في الاخر يبقى الموت لغزا، الموت لغز. دكتور محمد بيقول حاجات كلها يعني تفسيرات علميه مبنيه على دراسات، دراسات بس كلها في الاخر عكس بعض، علشان يبقى يعني الفرح الشديد والحزن الشديد، الرتابه والملل، يعني في النهايه كل الاحتمالات تؤدي وردة تؤدي إلى الموت. فالموت يبقى لغزا. ليه؟ لأنه لازم نقف قدامه ونعظم الذي ربنا بيقول تبارك الذي خلق الموت والحياة. خلق الموت، فالموت مخلوق خلقه العظيم سبحانه وتعالى، فنقول سبحان ربي العظيم. الناس اللي بتتمنى الموت، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت وقال من أحب لقاء الله اللي هو الموت أحب الله لقاءه. ما هو لقاء ربنا مش هيجي غير لما نموت، صح؟ طيب، ازاي نجمع ما بين الاثنين؟ النبي قال لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. الناس اللي حضرتك بتقولي عليهم. فان كان لابد فاعلا خلاص بقى، فيقول ايه؟ اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاه خيرا لي. يسلم الامر لربنا، ما تسالش وما تطلبش، لان الله عز وجل قد يعني
يخفي لك الخير فيما تكره. أنت تعبان من المرض وتعبان من الابتلاء، لكن ربنا سبحانه وتعالى قد يرفع به درجته. ممكن الموت لما يجي أنت ما استوفيتش نصيبك في الدرجات، فربنا شايل لك الأحسن، بيكفر لك ذنوب. يعني يعتبر خاطئ شيخ، يعتبر خاطئ طبعا ليتمنى الذي يتمنى الموت، الذي يتمنى الموت لضر أصابه، ليأس من الله عز وجل. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه يزرع فينا الأمل. نعم. فربنا عاوز يزرع فينا الأمل، والنبي صلى الله عليه وسلم عايز يزرع فينا الأمل. طيب لو أنا بقى كنت بعمل أعمال خير و يعني قريب جدا من ربنا وحاسس ان الحياه ثقيله، يعني هحكي لحضرتك حاجه كده سريعه. يعني احد مشايخنا من العلماء الكبار رحمه الله عليه، كان من الناس الصوفيين، لسه متوفي من قريب، يعني اسم لامع بس مش عايز اذكر الاسم. كنا قاعدين مع احد المشايخ الكبار برضو، فزوجه الشيخ اللي توفي اتصلت بالدكتور واحنا قاعدين، وقالت له مولانا فضيله الشيخ وكان صديقه قوي تعب ومش عاوز ياخد الدواء، كل ما نقرب له الدواء بيرفضه. فقلت له مولانا هو يبدو انه استثقل الحياه، كان رجل لطيف جدا، رجل طيب جدا، رجل خدوم جدا، تعب وكان كفيفا، وكان بيحب كل الطلبه، وكل الطلبه بتعشق تراب رجليه. طيب وقعد ياخد الدواء فتره وبعدين استثقل الحياه فمرضيش ياخد الدواء. يمكن دي من الاشارات او العلامات اللي بتقوله خلاص انت مفارق للدنيا. بعدها بكام يوم توفي. ده احب لقاء الله، ما رفضش الدواء ولا رفض لأنه كره الدنيا واستثقل الدنيا ويائس من رحمة الله، لا هو خلاص استثقل الحياة. أنا يا ابني عشت في الدنيا كتير، هعيش تاني؟ كفاية كده بقى نفسح مكان لغيرنا، احنا عايزين بقى نروح لربنا. أشتاق إلى الله، هذا يتمنى الموت ويتمنى لقاء الله عز وجل ويحب لقاء الله فيحب طيب. الله لقاء. هنا السؤال بين أنه أنا عاوز أقابل ربنا وأروح لربنا زي ما بتقول، ولكن حسب أيضا الكتاب دكتور محمد بتقول أنه الأرواح تائهة، ممكن يكون في أرواح في القبور، أرواح تكون موجودة دلوقتي معنا جنبنا، وأرواح تانية في البرزخ وغيرها ومتنقلة في هذا العالم. كيف تفسيرك لهذا الموضوع؟ أنا قلت في الكتاب أن في تاريخ فاصل، لأن العلم بالنسبة له من يوم إنشاء العلم أن حياة البرزخ مجرد خرافة، وان ما فيش حاجه اسمها نعيم وجحيم، وان الموت انتهاء خلاص، مجرد الموت انتهاء. ولكن في 27 مارس 2016 كانت اول مره في التاريخ جهه علميه تعلن ان في حاجه اسمها حياه البرزخ، وان الارواح بتعيش في عوالم موازيه، وان العوالم دي فيها ابعاد للزمان والمكان والسرعه مختلفه عن الابعاد اللي احنا بنعيش بيها، وهي تشبه موجات الراديو أو اللاسلكي، إن الأرواح دي حوالينا ولكن هي عايشة على تردد آخر. زي موجات الراديو واللاسلكي، أنت بتلف الزرار بتاع الراديو فبيلقط شبكة تانية، هم موجودين حوالينا زي الموجات دي، أنت ما بتشوفهاش ولكن هي موجودة على تردد يعني تاني. هلأ بالزبط. مثلا ممكن إحنا نكون موجودين جنبنا أرواح تانية بالزبط، ما تكون موجودة معانا بالظبط، احنا ما بنشوفهمش، هما بيشوفونا، هما قادرين على ان هما يشوفونا. ليه؟ وفي بعض من الناحيه الدينيه، يعني يمكن الدكتور تامر يفيدنا اكتر، ان في بعض الارواح ذكرت في القران الكريم انها موجوده في القبور، زي مثلا آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. في عن الامام علي في كتب عن الاحاديث ان هو كان يرى بعض الارواح في وادي اسمه وادي السلام. في بعض الأئمة اتكلموا على إن الأرواح بتزور أهلها كل يوم جمعة، وده موجود في كتاب الروح للإمام ابن القيم، إن الأرواح بتزور أهلها كل يوم جمعة، وإن العمل الصالح بيعرضوا عليه في وقت زيارته الحاجة اللي تفرحه من أهله، وبيمنعوا عنه الحاجة السيئة اللي ممكن تزعله. ففكرة الأرواح بالنسبة للعلم ستظل فكرة غامضة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي، ولكن اللي ثبت فعلا إن هي الأرواح دي بمجرد خروجها من الجسم هي تبتدي حياتها. يعني خروج الجسد، انفصال الجسد عن الروح ده نهاية الجسد، ولكن خروج الروح من الجسد ده بداية حياة الروح، هي هتبدأ حياتها. طب ليه بتتقسم مراحلها؟
اللي هي الأرواح، يعني أرواح بتكون تائهة، أرواح موجودة، أرواح موجودة في القبور، ضمن أي أساس، على أي قاعدة؟ ده أعتقد يعني الدكتور دمر يجاوب عنه أكتر، لأن التقسيم ده ديني من الأساس. في بعض الأرواح أعتقد ربنا بيرسلها في الكون، بدليل أن فترة النوم زي ما قال دكتور تامر الأرواح ممكن تتلاقى. وكان بعض السلف يقول أن الأحياء يموتون عندما ينامون، وأن الأرواح تتلاقى في فترة النوم. معنى كده أن أنت في فترة النوم كنت في حالة وفاة، وروحك كانت مرسلة في الكون، وبتحلم بحد مات قبل كده، ممكن يقول لك معلومة هتحصل بعد سنين. فمعنى كده أن أنت في فترة النوم كنت بتتلاقى مع أرواح تانية. أحد العلماء المعاصرين مصري اسمه دكتور منصور حسب النبي، موجود في جامعة عين شمس، وهو أستاذ فيزياء معاصر، بدأ يدرس من خلال القرآن الكريم سرعة انتقال الأرواح نفسها. أصلا السرعة تختلف عن السرعة ومقياس السرعة اللي احنا بنعرفها، مقياس يعني هو عايز يقول ان أبعاد الزمان والمكان للأرواح مختلفة تماما. صح. عن أبعادنا احنا الزمان والمكان، فكرة النسبية بالضبط. صح. وهل صحيح دكتور انه الإنسان هو وعم بيسلم الروح أو تطلع الروح منه شريط حياته بمر أمامه؟ ودي المعلومة تأكدتوا منها ازاي؟ كان الأول الرواية عن النقطة دي هي رواية دينية بالأساس، إن أعمال الميت بتعرض عليه، وبرضو الدين بيقول إن دايما هناك وفد من الملائكة جاي لاستقبال الميت، سواء وفد بيقول له سلام عليكم طبتم، أو وفد بيقول له اليوم تجزون عذاب الهون. فأول حاجة بدأوا يدرسوا بالإلكتروماجنتيك، الأشعة المغناطيسية على الرأس، إيه نشاطات المراكز اللي بتحصل في المخ وقت الاحتضار. أول حاجة فوجئوا إن مراكز الإبصار بتدي إشارات قوية جداً، أضعاف مضاعفة للإشارات اللي بتديها مراكز الإبصار لو الإنسان اتعرض لضوء شديد مرة واحدة. بس حضرتك عند دي فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لوقت الاحتضار. تمام. يعني بيشوف بشكل بيشوف كائنات أكثر. عالية الإضاءة، ومركز الإبصار في المخ بيدي إشارات أضعاف الإشارات إن هو مش بحالة طبيعية. تمام. يعني الإشارات دي مش طبيعي إن المركز يديها، لا هو بيدي إشارات قوية جدا إن هو شاف كائنات عالية الإضاءة بشكل غير طبيعي، وده يثبت تماما الرواية الدينية. أما عرض الأعمال فكان الاعتقاد السائد قبل كده، هي الفكرة جت منين إن الأعمال بتعرض؟ جت الأول من حالات النير ديث إكسبيرينس، أو اللي هم الموشكين على الوفاة، اللي هم ماتوا كلينيكي ورجعوا تاني للحياة. كلهم بلا استثناء أجمعوا إن الأعمال كانت بتعرض عليهم في وقت توقف القلب. لدرجة واحد منهم ليبي قال أنا فقت من الحالة دي وأنا فاكر أنا ضيعت صلاة إيه يوم إيه الساعة كام. كل أعمال حياتي مرت علي. بدأت الدراسة تيجي من هنا، وكان التفسير العلمي إن في الوقت ده خلايا المخ بتشتغل بطاقة عالية جدا عشان تحاول ترجع الجسد للحياة، وإن الأعمال دي بتعرض من مركز الذاكرة اللي موجود في المخ. ولكن ثبت خطأ النظرية دي، لأن لما جم وقت الاحتضار يدرسوا مركز الذاكرة بتاع المخ، لو مركز الذاكرة مش شغال على الإطلاق، مراكز شغالة مراكز معينة مش من ضمنها مركز الذاكرة. وأكبر دليل على كده إن لو إنسان جاله جلطة في المخ ومركز الذاكرة ده مات نتيجة جلطة في المخ، فمش هيبقى حي إن هو يعرض عليه أي أعمال مرة في حياته. وبالتالي طلعت النتيجة بتاعت البحث بتقول إن مركز الذاكرة الموجود في المخ ده مركز كارت ميموري للحياة الاعتيادية، الحياة بتاعتنا اللي عليه، إنما مركز ذاكرة الأعمال اللي بيعرض وقت الوفاة مقره النفس البشرية. النفس. هم لاحظوا إن في موجات برضو إلكترومغنيتك بتطلع من الجسم، والفيديو ده مشهور جدا، وهم مصورين الروح وهي بتخرج من الجسم، عبارة عن موجات بتبدأ تطلع من الجسم كله وتتجمع في منطقة الرأس. ومن هنا بدأ التفكير إن كل جزء في الجسم النفس البشرية الموجودة فيه بيتسجل فيها الأعمال بتاعتها. يعني لو أنت مشيت لخير أو شر، فالنفس البشرية الموجودة في الرجلين هي اللي بتسجل العمل ده. لو أنت قلت صدق أو كذب، اللسان هو اللي بيسجل العمل. حقد أو غل بيتسجل في القلب، وهكذا. وقت سحب الأعمال، وقت سحب النفس، بتعرض كامل الأعمال على الرأس، ويبدأ
ويمكن في آية قرآنية عجيبة جدا هي يوم تشهد عليهم ده غير اللي بتقول ايه؟ يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ده في آية تانية أنا شايفها آية مذهلة يعني هي كلمة ننسخ وجدت في القرآن ومعنى النسخ في اللغة العربية إن أنا بعمل كنا نستنسخ بعمل نسخة من نسخة إنما دي قال إن كنا نستنسخ يعني من نسخ تانية نسخة في الذاكرة ونسخة موجودة في النفس البشرية. هل الموت راحة وماذا عن الجسد داخل القبر؟ هل يتحرك؟ هل هناك إشارات أخرى يجب علينا أن نعرفها بعد الفاصل؟ ونصل إلى الفصل الأخير من حلقتنا. شيخ تامر، هل الموت راحة؟ الموت راحة. بصي، الميت مستريح ومستراح منه أو على مستريح على الجهتين يعني إذا كان من أهل الخير ومن أهل الصلاح فهو مستريح من شرور الدنيا وإذا كان من أهل الشر والإفساد في الأرض استريحنا منه مستراح منه ده الواحد كده إما مستريح أو مستراح منه فكل بحسب ما قدم. فإذا نفخ ربنا بيقول إيه؟ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. ده الميت اللي ما عملش صالح لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ليه حالة القبر. ربنا يقول بعدها بآية فمن ثقلت موازينه فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الناس اللي موازينهم تقيلة وأعمالهم صالحة دول مبسوطين. والميت في قبره كما جاءت الرواية يجسد له العمل. العمل الصالح يأتيه على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الوجه وجهه يستراح له فالميت يحدثه ويقول له يا عبد الله من أنت والله لا يأتي وجهك هذا إلا بخير. نعم. ده إنسان يبقى مبسوط بالموت يبقى فرحان بالموت يبقى الموت راحة له من كل شر. نعم. طيب وإذا كان من أهل السوء ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها خالدون. دول بقى خلاص في سكة تانية هو اختار من البداية فلذلك ربنا سبحانه نعم رسم طريقه رسم نهايته يعني نعم. من خلال حياته. دكتور محمد، الأيام الأولى لوفاة الشخص من لحظة مغادرة الروح وضع في القبر هذه الساعات وهذه الأيام كيف بتكون عليه؟ وهل صحيح الجسد يبقى يتحرك؟ يعني العينين ممكن إذا كانت مفتوحة تبصر ممكن يسمع يعني دي إشارات صحيحة؟ طيب خلينا نقسم السؤال لجزئين. هل العين بعد الوفاة بتبقى قادرة على الرؤية أو الأذن قادرة على السمع؟ قلت إن أنا لو كنت قلت الكلام ده قبل 2019 كانوا اتهموك بالجنون ولكن خلاص الموضوع ثبت تماما. جامعة ستوني بروك ودي جامعة في نيويورك وعندها تخصص اسمه علم الموت أثبتت إن الموت ما بيموتش بالكامل وقت الوفاة لا بيموت 95% منه بس وإن في مراكز بتظل تعمل لعدة ساعات بعد الوفاة وأهم هذه المراكز مراكز السمع والإبصار والمراكز السمع والإبصار في المخ بتدي إشارات نفس الإشارات اللي بيديها الإنسان الحي حتى بعد الاحتضار. عشان كده دايما بننصح إن الجثمان يفضل 6 ساعات قبل الدفن يعني لو العينين مفتوحين بيبقى بيشوف الميت قادر على الرؤية قادر يمكن في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيطالب بإغلاق عين بإغلاق عين الميت ولكن مش هو ده البحث الأكثر إثارة. البحث الأكثر إثارة عمله دكتور اسمه بيتر نوبل وده دكتور أحياء دقيقة في جامعة كاليفورنيا اتكلم فيه عن شيء مذهل عن عدد من الجينات عددهم 1064 جين بينشطوا بشكل غير طبيعي داخل القبر في ليلة القبر الأولى حتى أنه استخدم كلمة غريبة جدا قال يبدو أن البشر بعد موتهم بيرجعوا إلى مرحلة الأجنة
وهو مش عارف تفسير ايه سبب نشاط الجينات بالشكل ده. عانيت كتير جدا لحد ما وصلت البحث بتاعه وجبت البحث عشان انا كنت عاوز اعرف الجينات دي بتاعت ايه. فلقيتها جينات السمع، البصر، الوعي، والاحساس. اذا الروايه الدينيه اللي بتقول ان في ملائكه بتسالك وانت بتجاوب عليها، فانت محتاج الحاجات دي، محتاج السمع عشان تسمعهم، محتاج البصر عشان تشوفهم، محتاج الوعي عشان تعرف تجاوب، ومحتاج الاحساس، لان الروايه الدينيه كمان بتقول قد يغلق عليه القبر، ان للقبر ضمه. تمام. فهيحس بالحاجه دي. الراجل نفسه وراجل غير مسلم بالمناسبه بيؤكد نشاط الجينات دي بالشكل وبتفضل شغاله لمده 4 أيام. يعني احنا يجب علينا الا نسرع لدفن الميت؟ طبعا. صح؟ واحنا بننصح دايما ب6 ساعات. 6 ساعات، مع انه بيقولوا اكرام الميت دفنه. لا يعني مش دفنه، مش اول ما يموت نرميه، يعني لما نتاكد طبيا ومن الناس اهل التخصص ان هو مات تماما. يعني ما ينفعش نروح ندفن واحد حي. لا بس هو لا كلينيكيا ميت، هو بيقول انه دي أيوة يعني الحواس اللي بتبقى شغاله، يعني هو ميت بس سامع. بصي هو التفسير ده رغم تطابقه مع الروايه الدينيه الا انه هو يبقى في النهايه ان احنا عندنا اداب. يعني خلينا ركننا الميت اسبوع مثلا حطيناه في المشرحه، هل هي الفكره انه لازم يتحط في قبر علشان يسال ويحاسب؟ لا، ده قصه فوق مقدور البشر، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. طب الناس اللي بيموتوا في الحرق ملوش جثه اصلا. صح. ده قصته ايه؟ اللي بيموت في البحر وبتاكله الحيتان ده قصته ايه؟ ده قصته ايه؟ لكن يبقى في النهايه ان زي ما قلت لحضرتك، مهما احنا لحد النهارده بعد 2000 سنه بنجتهد ان احنا نوصل لتفسير للغز الموت. للغز الموت. يعني مصدر العلم بهذا الأمر هو الإيمان، وكل ما يأتي بعد ذلك هي محاولات للتفسير ولا يترتب عليها أي أحكام. نعم. دكتور محمد، الميت عندما يتوفى إذا من حبه قريب منا، يعني إذا قلنا له كلام في ودنه هيسمعنا؟ أكيد هنقول له نحن منحبك وحتوحشنا. يعني لو تكلمنا مع الميت هيسمعنا أول ما يتوفى بشكل علمي. ده كلام خلاص أصبح مثبت علميا. وبشكل ديني الرسول عليه الصلاة والسلام في بعد غزوة بدر كان بيخاطب المشركين، بينادي عليهم بالاسم، بيقول لهم يا عتبة بن ربيعة ويا أبا الحكم بن هشام، هل وجدتم وعدكم ربكم حقا؟ سيدنا عمر قال له أتخاطب أقواما قد جيفوا، يعني ماتوا؟ قال له والله ما أنتم بأسمع لي منهم، هم سامعين. فدي في الرواية الدينية، وبشكل علمي أصبحت مثبته بشكل مطلق. طب ليه في بعض الجثامين تتحلل مع الوقت وفي جثامين لا، وفي منهم تطلع رائحه عطره ورائحه زكيه والعكس صحيح؟ ده يعود كمان لاعمالهم الصالحه في الدنيا ولا طيب لا؟ طيب خلينا اقول ان في اسباب علميه بتخلي الجثامين لا تتحلل، زي الدفن في الجليد، زي حالات اسمها حالات التشمع، حالات المومياء، الدفن تحت ضغط عالي ودرجات حراره عاليه. ولكن في جثامين شفتها رؤيا العين وشافها ناس كتير جدا لا تتحلل، وهي في العوامل الطبيعيه تماما. انت شفتها بعين؟ ليه؟ لان احنا بنروح احيانا نستخرج جثامين من القبور لاعاده تشريحها، تكون لانها دفنت بدون تشريح. طيب. وشفت بعيني، ويمكن ذكرتهم في الكتاب الاول، جثمان مات من شهور ولا زال ينزف لغايه من 7 شهور. أوه. ولا زال ينزف دم. وفي حالات شهيره جدا. طب علميا ده تفسيره ايه؟ في احد الحالات الشهيره لاحد المسؤولين في الدوله، انا افتكر وقتها رد كبير الاطباء الشرعيين وقتها لما سئل في برنامج ايه التفسير ان انتوا لقيتوا جثمان ده بعد شهور محتفظ بنضاره جلده، يعني مش اتحلل او لا، ده لسه الجلد موجود عليه. فرد على مقدم برنامج قال له العلم لن يسعفنا في وضع تفسير لهذا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. انت شفتهم كمان بالعين المجرده صح؟ طب والروائح تختلف من شخص الى اخر او من ميت الى اخر؟ بشكل غير طبيعي وبدون اي تفسير علمي. ايه اكتر حاله ادهشتك دكتور؟ كان بائع مناديل. توفى في الشارع وهو بيبيع مناديل،
وبدأت أدور وراء حياته يعني، وعرفت إن الراجل كان عايش على القد تماماً، ولكنه ما كانش بيترك أي فرد في المسجد، وكمان كان رغم إن حياته دخله قليل جداً كان بيتصدق بنصف نص دخله بيطلعه لله. فده كان من الحالات المستحيل إنها تتنسي. في حالات بمجرد إنك تشوف الجثة قدامك تقول ده كان عنده أعمال صالحة وده كان شرير أو أعماله غير خيرة في الدنيا، يعني من فقط شكل الوش. في حالات تبص لها مش عاوز تشيل عينك من عليها، عاوز تفضل بصلها طول الوقت. وفي حالات بتحس طاقة سلبية غير طبيعية معاه. أنا مؤمن جدا بأن الأعمال تظهر على جثمان الميت، مؤمن بكده بشكل مطلق. أعمال الخيرة بتقصد إن كانت أو الشريرة، سواء كده أو كده. شيخ تامر، هل ممكن الإنسان قبل ما يقترب من ساعة موته أو عندما يعرف أنه هو يحتضر أو اقتربت النهاية أن يحسن من سلوكياته؟ هل هذا بيعوض عن كل الأعمال السيئة اللي قام فيها بحياته السابقة؟ يعني كنوع من التعويض أو التقرب من الله بيعفي عن كل اللي حصل بالحياة؟ حلو. يعني هل هو بيعرف ده أنه بتجيله إشارة أنه هيموت فيعمل كذا؟ والله أو وارد. مرد أو عرفنا مرض مثلا، ما هو المرض من علامات ودلائل اقتراب الموت. يعني دايما العلماء لما يتكلموا عن العلامات الدالة على اقتراب الأجل، ما عندناش حاجة مادية نقدر نمسكها يعني كستاندر في الموضوع مضطرد على كل الناس، إلا موضوع المرض، إنه خلاص المرض مرحلة من مراحل ضعف البنيان فبالتالي هيموت. دي الحالة اللي نقدر نمسك فيها. فبالتالي أي إنسان ابتلى ربنا فهو ربنا بيحبه، إذا كان ابتلاؤه ده من باب الحمد والرضا، وحيبدأ يراجع نفسه ويبدأ يتوب ويرجع لربنا ويحسن، والله يقبل كل التائبين أكرم من أن يرد أحدا دعاه أو ناداه أو وقف على بابه سبحانه وتعالى. من باب أن حد بيجيله علامات وإشارات أنه فالعلامات دي نكتبها ونقول أنه هو خلاص عارف أنه هو هيموت، ده ما عندناش أي دليل لا شرعي ولا علمي عليه. لكن ما اقتنعتش فيه، يعني ما اقتنعتش حتى باللي قاله الدكتور. ما هو الدكتور نفسه قال دي حالات فرديه، ما نقدرش نقول انها. ما قلتش حالات فرديه. لا هو قال في الحالتين. لا دي افرازات، ده تحليل ازعاج المخ. ده تحليل المخ. لكن ما في 100 حد بيحصل عنده الافرازات دي في حالات غير الموت. اكيد. يعني مش مرتبطه بالموت. في وقت الموت بيبقى الافراز 10 اضعاف. حلو. انا افسره ازاي؟ انا كانسان طبيعي ما عنديش مقاييس اقدر اقيس بيها نسب الافرازات قد ايه، وبالتالي اقول انا خلاص كده هموت. وبالتالي ما عنديش حاجات اقدر امسكها اقول ان انا اقترب اجلي. دليل يعني. لكن عندنا حاجه، اصل الموضوع ده يحصل بالمكاشفه، ان واحد ربنا سبحانه وتعالى بينه وبين ربنا عمار، والموضوع في شفافيه بينه وبين ربنا، فيخبره الله عز وجل بأنه عن طريق الملائكة أو بإلهام أو بما شابه ذلك أنه اقترب أجله. ودي أمور حصلت. النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول أن سيدنا رسول الله هو الرسول، لكن هندي أمثلة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة دخلت عليه السيدة فاطمة وهي تبكي، فأصر إليها يعني قال لها كلمتين في ودنها، فاستبشرت وضحكت، وبعدين فبكت الاول انا اسف، وبعدين استبشرت وضحكت. الكلمتين الاولانيين قال لها اني انا هموت في مرض، المرض اللي انا فيه دلوقتي، فبكت علشان فراق النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال لها ان هي اول اهله لحوقا به. فهو اخبرها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال دوت عن علم، لكن في القران الكريم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. القرآن ما قالناش التوقيت المحدد اللي هتتنزل عليه الملائكة تنزل على العبد، ما حدش يعرف أصلا ساعته. فالصالحون والتجارب هي اللي بتقول إن الصالحون وأولياء الله والناس اللي كانوا قريبين من الله عز وجل بتأتيهم البشريات بأن هم اقترب الأجل. سيدنا عثمان بن عفان لم يفطر، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال له تفطر عندنا غدا. سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه وهو ذاهب، السيدة زينب وسيدنا عبد الله بن عباس وكلهم بيحاولوا يحطوا له
لا تذهب فإني أراك مقتولا. فيقول ده لهم كان نوع من التحذير أنه يدخل المعركة. فقال لهم لقد رأيت جدي الليلة وقال لي امضي حسين فإن الله يحب أن يراك مقتولا. طيب ختاما وسريعا دكتور محمد، تخاف من الموت اليوم بعد كل هالبحث والدراسات اللي عملتها والتجارب على الأرض؟ لا بعد عمر طويل تخاف من الموت؟ لا إطلاقا. لا دايما عشان ما تخافش من الموت حاول يكون عندك حسن ظن بربنا يعني، وربنا سبحانه وتعالى قال أنا عند حسن ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فأنا ظني بربنا أنه هيدخلني الجنة وإن الموت هيكون راحة كبيرة جدا لي. ربنا يطول بعمركم أنت وشيخ تامر، شكرا كثير لحضوركم معنا الليلة، إن شاء الله نستكمل الأسرار وما تبقى من الأسرار في حلقات أخرى. شكرا للمتابعة مشاهدينا وإلى اللقاء.